سؤال، هو بالضروره ان الست الرومانسيه تبقى ست والعاطفيه مش نكديه؟ بالعكس، انا بقى خليني اصحح على الحته دي واقول لك ان هي بالنسبه للراجل تعتبر ست نكديه. ليه؟ لان الرومانسيه نكديه لان الرومانسيه والعاطفيه ست حساسه جدا، يعني زي ما بتدي زي ما بتبقى متقبله او منتظره الطرف الاخر حتى لو ما ردش، ده يتقبله ويستوعبه ويحبه ويقدره. فالست الرومانسيه العاطفيه الجميله اللي بتحب تهيئ البيت وتبقى دايما في حاله رومانسيه بتبقى عبء على الراجل لما بتزعل، لانها شديده الحساسيه سريعه الزعل في الحاجات دي، بتركز. ما انا هكمل لك وجهه نظري، بتركز في التفاصيل العاطفيه البسيطه اللي ممكن تفوت عليه، فبالتالي تبقى ديماندنج متطلباتها كتير في الحته دي وزعلها كتير في الحته دي، فتبص تلاقي ايه هنا تعمل عبء وهنا هنا المشكله، مش انها رومانسيه لما تكون يا هيدي وتوفر لما تكون مستنيه مقابل لهذه الرومانسيه. كلنا بنستنى مقابل، ما فيش حد بيدي حاجه ما بيستناش، بس لما تكون متطلبه يعني كل فعل عايزاه له رد فعل مساوي له في المقدار يعني جاب لها حاجه فتجيب له حاجه، قالت له كلمه فيقول لها كلمه، هنا تصير عبء طبعا. لكن انتوا طول الوقت بتتكلموا عن النموذج ده من الست انها رقيقه وانها لطيفه بتحبني وانها بتقول كلام حب وانها حريصه عليا وانها متمبه، لكن الحقيقه بعد شويه انتوا بتعتادوا هذا الفعل فتبتدوا تزرجنوا تململوا، اللي هو انا زهقت، اللي هو ليه مفيش حد بيزهق من الرومانسيه الراجل بيعتدل على فكره، مفيش حد بيزهق من ده. يعني انا بقى طول اليوم شغال بره ويعني مرهق جدا في الشغل والمواصلات والحاجات، وابقى عايز لما ارجع البيت الاقيها مش رومانسيه او مش بتطبطب؟ لا طبعا. الله، طب ما انا لما ببقى رومانسيه انت بتقولي اظبطي المقدار، اظبط المقدار زي ما انا يا رومانسيه يا مش رومانسيه. اهو بصي، هو ده بقى الاداء ده، انا يا رومانسيه يا مش رومانسيه. لا، تبقى الرومانسيه الوسط يا شيري، هو يا كده يا كده. لا، الاعتدال حلو. رومانسيه يعني رومانسيه يا سامح، يعني ايه رومانسيه وسط؟ يعني تعمل قولها لي كده شكلها ملامح ست رومانسيه الوسط دي ايه؟ يعني ما يبقاش ليل نهار عماله تخر رومانسيه. يعني انت عايزني ابقى رومانسيه وقت ما انت تبقى فاضي صح؟ لا شيري، هو ليه انا بتهاجميني يا شيري؟ انا هقول لك، انا مش فاهماكي. انت اكبر مقياس على ان انت رومانسيه الوسط فعلا طبعا، لان انا مسماريني شفت بثبتها ازاي؟ مسماريتي وسط تحولت، قعدت بقى وريحتك فعلا. قول، هقول لك ليه. لان احنا يعني من قربي لعلاقتها او علاقتنا بقت قريبه، انه هي بتعرف امتى توازن، امتى تتكلم في حياتها الشخصيه بشكل عملي ومنطقي وتحليلي وكده، وامتى تبقى رومانسيه ولذيذه وخارجين خروجه حلوه. الرومانسيه الوسط مطلوبه، ولو انها تحتاج كتير من الحكمه والذكاء، وكتير من الذكاء طبعا، وكتير من الخبره، وكتير من المجهود، عشان تظبطي الميزان اللي انت نفسك ظبطها في حياتك، واللي اعتقد من كلامك عن وسام انها كمان ظبطها في حياتها. يعني وسام ست رومانسيه جدا، لما بشوفها مثلا في البوستات اللي بتحطها على انستجرام وفي صوركم مع بعض كلها تشع رومانسيه وانسانه حالمه، انما مثلا ما تزعلش لو فوت عيد ميلاد، لو ما افتكرش عيد جواز، لو فوت فالنتاينز ما تزعلش. اصل لو ال 24 ساعه رومانسيه انا هحس امتى انها تبقى رومانسيه بقى؟ انت كده ووسام كده.